مرحبا بكم. غادي ننتقلوا لدرس جديد في الجرامير انتيتولي لا كورديناسيون. غادي نشوفوا ما هو لا كورديناسيون. دونك لوبجيكتيف هو ريكونيتر اي يوتيليزي لي زوتيل دو لا كورديناسيون. التعرف واستعمال ادوات ديال لا كورديناسيون. جوبسيرف اي جو ديكو. غادي ننطلقوا بالامثله ديال الانطلاق. Donc, on a la phrase Lula. J'ai porté un caftan et des bijoux. B. Les mariés fêtent leur mariage, mais chacun dans une maison différente. C. Mariage ou anniversaire, ces deux fêtes sont familiales. D. La cérémonie a duré toute la soirée, donc tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. Il n'a d'où ma amfila dial l'intellaq. دونك غادي ندوزو ولا غادي نشرحو كل جمله بوحدها. دونك جي بورتي ان كافتون اي دي بيجو، يعني لبست قفطانا ومجوهرات. لي ماري فيت لو مارياج مي شاكان دون اون ميزون ديفيرونت. الازواج ولا العروسين احتفلوا بزواجهم ولا بزفافهم، ولكن كل واحد منهم في منزله ولا في منزل مختلف. Mariage ou anniversaire, c'est deux fêtes sans familial. الزواج أو الاحتفال بعيد الميلاد هما حفلتان عائليتان. D. La cérémonie a duré toute la soirée, donc tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. يعني الحفلة استمرت ليلة كلها. يعني إذن لا تستطيع الاستيقاظ باكرا في الغد. غادي ندوزو جو مانيبول اي جو ريفليشي. السؤال الاول، ا كوا سيرف لي مو اون كولور، كومون لي زابيل طون. اذا اول حاجه غادي تلاحظوها في هذيك الجمل هو ان عندنا كلمات باللون الاحمر. قالك ما هي فائده هذه الكلمات اللي بالاحمر، ولا فاش كتنفع هذه الكلمات هذو، وكيف نسميها. اذا فاش كتنفع وكيفاش كنسميوها. دونك شكون هما هاد الكلمات؟ بعدا عندنا اي او تي اي، وعندنا مي، وعندنا او، وعندنا دونك. عندنا اربعه الكلمات باللون الاحمر. هاد الكلمات الدور ديالهم هو انهم كيربطوا الجمل، كيربطوا الجمل. دونك غادي نقولوا سيمو سيرف ا رولي دي مو او دي فراس، يعني تربط كلمات او جمل. او ممكن نسميوها ديمو دو ليزون، يعني كلمات الربط، وسائل الربط او حروف الربط، نسميها كما بغينا. دونك ديمو دو ليزون او بيان سيرف ا رولي دي فراز اي ديمو. دونك لاحظتوا جي بورتي ان كافتون اي دي بيجو، يعني لبست قفطانا ومجوهرات. دونك ربطنا القفطان مع المجوهرات اي و. دونك اي كتعني و. والجمله الثانيه عندنا لي ماري فيت لور مارياج مي شاكان دون اون ميزون ديفيرونت، يعني الازواج يحتفلون بزفافهم، ولكن ها باش نلصقوها مع الجمله الاخرى، كل واحد في منزل مختلف. مارياج او انيفيرسير، يعني الزواج او عيد الميلاد، او كتعني او. دونك ربطنا مارياج او انيفيرسير، هنا اختيار. دونك هنا استعملنا لو شوا، يعني هذا او هذا. سي دو فيت سون فاميليال، حفلتان عائليتان. لا سيريموني ا دوري توت لا سواري، دونك تو نو بو با تو لوفي تو لو لوندو. دونك هنا جوج جمل ربطناهم بدونك. دونك هذا داك الشيء سميناهم لي مو دو ليزون. لا كيستيون نيميرو 2، observe la phrase C. Que peux-tu dire du mot placé avant ou et du mot placé après ou? Sont-elles de même nature? Quelle classe la phrase C? Ou goul, la, chnot qdert goul, ala dik le kalima li qbel ou ou le kalima li men ba'd ou? Wesh andhom nafs tabi'a, yani nika goul wesh nafs tabi'a, wesh yani huma asma' bjouj ولا افعال بجوج
ولا adjective بجوج ولا إلى آخره، يعني واش عندهم نفس الطبيعة ديال الكلمة. شنو هي الكلمة اللي جاتنا avant le mot ou؟ دونك هو مارياج، والكلمة اللي جات après ou هي anniversaire. دونك عندنا مارياج و anniversaire. دونك هنا باين بأن هاد الكلمات سون دي نون، بجوج بهم أسماء. مارياج سي ان نون و anniversaire سي aussi ان نون. دونك هنا اش غادي نقولو؟ غادي نقولو سي مو ont la même nature ou là sont des mots de la même nature. La question numéro 3, observe la phrase D, recopie la partie de la phrase qui exprime la conséquence, qui est le mot qui a été ou bien qui a été utilisé. Donc là, la jumla D, عاود كتب الجزء ديال الجملة اللي كيعبر على النتيجة. ملي كنقول نتيجة يعني كاين سبب. السبب كيكون كتكون عنده واحد النتيجه. دونك حنا بغينا الجزء ديال النتيجه ماشي ديال السبب. كي لو مو كي ا ايتي يوتيليزي، شكون هي الكلمه اللي استعملناها؟ غادي نمشيو لا فراز دي نقراوها. دونك عندنا لا سيريموني ا دوري توت لا سواري، يعني الحفله استمرت طيله الليل. اذا لا تستطيع الاستيقاظ باكرا. شكون هو السبب؟ دونك السبب هو ان لا سيريموني ا دوري توت لا سوري. السبب هو ان الحفله استمرت طيله الليل. شنو هي النتيجه ديالو؟ النتيجه ديالو انك ما غاديش تقدر تنوض في الصباح اولا باكرا. دونك حنا مطلوب منا نغوكوبيو فقط لا فراز ديال لا كونسيكونس، يعني الجمله اللي جات مور. دونك غادي نكتبو tu ne peux pas te lever tôt le lendemain، هذه هي الجمله اللي غادي نكتبوها. ثم قال لك كيلي لومو كي ايتو ايتيليزي، شنو هي الكلمه اللي استعملنا دونك هي دونك. جو روتيان لي زيليمون دون فراز سون كوردوني كونت ايل سون رولي بار اون كونجونكسيون دو كورديناسيون لي هما مي او اي دونك اور ني كار. هادو كيتسماو لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، أدوات الربط أو أدوات التنسيق، يعني الربط أو التنسيق بين الجمل والكلمات. دونك مي شفنا، مي كتعني لكن، عندها المعنى ديال لكن. إي شفنا كذلك هي و، يعني كتعني و العطف. هادي وهادي، مارياج أو بيان كافطون إي بيجو، كافطون إي بيجو. دونك كتعني إذن. دونك إذن عندنا اور عندها المعنى ديال مي تقريبا، مي. عندنا ني اللي ما شفناهاش، دونك اور اوني ما شفناهمش في الجمل. عندنا ني ني ديال لا نيغاسيون ملي كيكون عندنا دو زيليمون او بلوس، يعني كنستعملوها مثلا جوني مني كافي ني تي. دونك عندنا يعني النفي ديال جوج ديال الاشياء او لا اكثر. كنستعملو كما قلت لكم جو نيم ني كافي ني تي. دونك هاد ني هادي ديال لا نيغاسيون. وعندنا كار عندها المعنى او هو المرادف ديال باسكو، لان. دونك كار كنستعملو للسببيه. هاد المصطلحات الا بغينا نعقلو عليهم بشكل سهل كنختصروهم في واحد الجمله اللي هي مي اوي دونك اورنيكار، مي اوي دونك اورنيكار. كيجيو ساهلين باش نحفظهم. مي اوي دونك اورنيكار، يعني بحال كتدخلها كديرها على شكل جمله باش تحفظها وتعقل عليها. عندنا اكزامبل ديال سليمة اي كريم فون او مارياج. سليمة اي كريم، يعني سليمة وكريم، وكريم العطف. دارولنا كل وحده شنو الدور ديالها، شنو كدير ولا شنو علاش كتعبر. دونك عندنا مي انديك اون ليميت، قالك مي انديك اون ليميت، يعني تدل على واحد النهايه. او انديك كولون دو فير ان شوا، او قالك تدل على اننا بغينا نديرو واحد الاختيار. كني قلنا مارياج او انيفيرسير، الزواج او عيد الميلاد. اي انديك كون اجوت اون انفورماسيون، اي كتدل على ان بغينا نزيدو واحد المعلومه، نزيدو سليمه اي كريم، سليمه او كريم.
دونك انونس اون كونسيكونس دونك انونس اون كونسيكونس يعني تعلن عن نتيجه دونك كتعلن على النتيجه دونك ملي كتلقى دونك فواحد الجمله عرف بان هذاك الشيء اللي يجي مور دونك راه نتيجه لواحد السبب وقع اور انديك اون اوبوزيسيون اور تدل على التضاد كنا كنهضروا على واحد الحاجه ملي كندخل اور يعني كنوليو نهضروا على ضد ديال داك الشيء اللي فات ني سوتيليز بور انديكي دو نيغاسيون كي سو سويف قلنا ني كتدل على النفي ديال جوج اشياء متتاليه كار انونس اون اكسبليكاسيون كار تعلن عن واحد التوضيح ولا واحد الشرح ديال شي حاجه دونك ملي كتلقى كار يعني عارف باللي راه كنشرحوا شي حاجه جو مونترين اونتور لي كونجونكسيون دو كورديناسيون سوليني لي بارتي ريليي بوي بريسيز لور ناتور قال لك احيط ادوات الربط ثم اضع سطرا على الاجزاء المرتبطه ثم بوي بريسيز لور ناتور ثم احدد طبيعه الكلمه عطونا واحد ليكزومبل باش يسهلوا علينا دونك لا سال دي فيت اي فاست اي لومينوز دونك شكون هي اداه الربط اللي عندنا هنا هي اي شنو هما الجزئين المرتبطين هما فاست وليمينوز فاست وليمينوز دونك غادي ندورو على اي ونوضعو السطر على فاست وليمينوز يعني العناصر المرتبطه ثم نحدو الطبيعه ديالهم دونك عطاونا تحت هذوك الكلمات سو سون دي زادجكتيف يعني هذيك الكلمات اللي درنا تحت منهم سطر راهم دي زادجكتيف صفات بنفس الطريقه غادي نديرو الجمل ا بي و سي دونك عندنا ا باب منصور ايت مونيمون اونسيان مي سوبرب باب منصور ايت مونيمون اونسيان مي سوبرب يعني باب منصور هي معلمه تاريخيه قديمه ولكنها جميله دونك هنا عندنا لوتي وبيان الكونجونكسيون دو كورديناسيون اللي عندنا هي مي دونك العناصر اللي مرتبطين هما اونسيان و سوبرب اونسيان و سوبرب دونك غادي نوضعو تحت منهم سطر وغادي نقولو سو سون دي ادجكتيف كذلك اونسيان ادجكتيف سوبرب ادجكتيف يعني صفات بي توريست او تو بار تبقى او ترحل دونك ليليمون و الكونجونكسيون دو كورديناسيون هو او لي زيليمون غوليي بيان لي بارتي غوليي هما ريست او بار سو سون دي فيرب دونك لو فيرب ريستي اي لو فيرب بارتير سي جو نو كوني ني لو ماري ني لا ماري لا اعرف لا الزوج ولا الزوجه دونك لي زيليمون دو كورديناسيون هما ني و لي بارتي غوليي هما ماري اي ماريي الزوج والزوجة 5 complete les phrases avec la conjonction de coordination qui convient donc car mi i ni donc غادي نكملو بالكونجونكسيون المناسبه je veux bien danser je suis fatigué بغيت اريد ان ارقص ولكن انا تعبان دونك شنو هما الكونجونكسيون اللي غادي نستعملو دونك هنا عندي ليميت يعني بغيت ندير شي حاجه ولكن كاين واحد ليميت اللي شدني كاين واحد الاكراه اللي خلاني دونك غادي ندخلو مي جو فو بيان دونسي مي جو سوي فاتيك بغيت نرقص ولكن ما قدرتش حيت تعب بي تي سور تو نو فو شانتي دونسي هل انت متاكد لا تريد الرقص او الغناء دونك هناك كتلاحظوا بان عندنا نو لا نيغاسيون لا نيغاسيون دو دو زيليمون كي سو سويف او بيان دو دو نيغاسيون كي سو سويف دونك انا غادي ندخلو ني tu es sûr tu ne veux ni chanter ni danser elle a tourné do الغناء والرقصه سي notre mère a reçu l'invitation ils seront au mariage امي او لا امنا يعني استلمت طلب الدعوه ذهبت الى الزواج دونك شنو غادي نديرو هنا دونك انا عندنا السبب والنتيجه السبب هو ان
استلمت طلب الدعوة والنتيجة هي مشات للحفلة ديال الزواج. دوك انا غادي ندخلو دونك قلنا ديال لا كونسيكون. Notre mère a reçu l'invitation, donc elles seront au mariage. D. La mère de la mariée se fâche. Le traiteur a servi les plats froids. L'homme ديال الزوجة غضبت لأن المعالج, le traiteur, a servi les plats froids. يعني قام بخدمة أو لا يعني عطى الأطباق أو الأكل للناس وهو بارد. دونك هنا شنو عندنا؟ Le maire de la mariée se fâche. علاش؟ دونك علاش؟ عندنا l'explication. Car le traiteur a servi les plats froids. Dernière phrase, les invités ont pris le thé, les gâteaux. الضيوف يعني أخذوا الشاي والحلويات. دونك أنا غادي ندخل لنا إي ديال لاجو, دونك ديال العطف, يعني جوج ديال الحوايج. دونك غادي نقول les invités ont pris le thé et les gâteaux. Je m'y valu. Complète les phrases avec une conjonction de coordination. دابا تقريبا نفس التمرين ولكن ما عطوناش لي كونجونكسيون, حنا غادي نكملو اليوم. Cette robe est magnifique, elle est trop longue. هذه الكسوة جميلة ولكن المشكل ديالها النقص ديالها هو انها طويلة. دونك غادي ندخل لينا مي. Cette robe est magnifique mais elle est trop longue. B. Tu manges de tout, les gâteaux au miel, les petits fours. انت تاكل من كل شيء, يعني الحلويات بالعسل ولي بيتي فور, شي حلوه اللي سميتها بيتي فور. دونك انا كتاكل من كل شيء, يعني هذا وهذا, يعني بجوج بهم. غادي ندخلوا اي tu manges de tout, les gâteaux au miel et les petits fours. C. Tu as visité El Jadida, tu connais cette cité portugaise. لقد زرت مدينه الجديده, اذا فانت تعرف هذه المدينه البرتغاليه. دونك غادي نقول tu as visité El Jadida, donc tu connais cette cité portugaise. D. Je me sens mal, j'ai trop mangé au dîner. احس بالم, لقد اكلت كثيرا عند العشاء. دونك هنا غادي كاين سبب. Je me sens mal, علاش؟ car j'ai trop mangé au dîner. E. Je sais préparer des gâteaux, ma mère m'a appris la pâtisserie. انا اجيد اعداد الحلويات لان امي علمتني الحلويات. دونك هنا غادي ندخلو اور. Je sais préparer des gâteaux, or ma mère m'a appris la pâtisserie. F. Il n'aime ni le tagine ni les brochettes. Donc on a la négation ديال جوج ديال les éléments. لا يحب لا الطاجين ولا القطبان. G. Qu'allez-vous mettre, la tenue blanche ou la tenue rouge? Donc on a l'اختيار بين جوج ديال الاشياء. Donc ندخلو او. Qu'allez-vous mettre, la tenue blanche, يعني واش لباس الابيض, ou bien la tenue rouge, la لباس الاحمر. L'exercice 7, forme une phrase avec donc, une autre avec ni et une autre avec car. Donc هذا التمرين ديال التلميذ والاجتهاد ديالو. دونك غتحاولوا تعطونا ثلاثه ديال الجمل, والاولى تكون فيها donc, قلنا donc كيكون مع la conséquence. ni خص يكون عندك لا نيغاسيون ديال جوج ديال الاشياء, يعني النفي كتنفي جوج ديال الاشياء متتابعه. و car يعني كتشرح شي حاجه. دونك تعطي واحد الجمله غادي تقول car علاش, لان كذا, يعني تخوا فخاص. اذا وصلنا لنهايه الفيديو, اتمنى ان اكون وفقت في الشرح ديال هذا الدرس. هو صراحه درس في المتناول, مع التركيز والاهتمام والانتباه تقدروا تفهموه بشكل سهل. إذن إلى اللقاء, إلى فيديو آخر.